تفسير رؤية الرمان في المنام. الرمان في المنام يدل على المال المجموع دون مشقة وعلى كثرة الخير والأولاد، وقد يدل على الملك والحكم. سوف نفضح ذلك تفصيليا، تابعوا معنا. تفسير رؤية الرمان للرجل. إذا رأى الرجل كمية كبيرة من الرمان في منامه، دل ذلك على تمتعه بمبلغ من المال أو وظيفة أو مشروع يدر عليه الكثير من المال. أكل الرمان قد يعني التغيرات الإيجابية والجذرية في حياة الرأي وتبدل حياته إلى الأفضل. تناول قشر الرمان أو رؤيته يدل على القلق والحيرة والتردد في اتخاذ القرارات، وقد يدل على الخوف وعدم الشعور بالأمان. تخزين الرمان الحامض أو أكل رمانة واحدة قد يفسر بالمرض والتعب الشديد والهم. رؤية الرجل أنه يهدي زوجته رمان فقد يعني هذا كثرة الذرية والنسل من البنين والبنات وعلى رغد العيش والاستقرار الأسري. رؤية قطع شجرة الرمان تدل على قطع صلة الرحم أو مشاكل مع الأهل. تناول رمانة بها الكثير من التشققات يدل على زواج الرجل من امرأة مطلقة. الرمان الأحمر يدل على وظيفة مرموقة بمرتب مجزي أو ترقية في الوظيفة وزيادة العائد المادي. رؤية زراعة الرمان تدل على الحصول على ثروة أو تكوين ثروة بعد وقت قصير. بذور الرمان تدل على المال والجاه وقد تدل على كثرة النسل. إذا رأى الرجل أنه يأكل رمان ولا يعرف طعمه هل هو حامض أم حلو أم مر، فهذا يدل على شرائه عقار جديد أو قطعة أرض. تفسير رؤية الرمان للعزباء. الرمان الأبيض يدل على الاستقرار المادي وقد يدل على زواج الفتاة من رجل ثري. الرمان الأحمر يدل على تفوق الفتاة في حياتها العملية وحصولها على وظيفة مرموقة ذات مركز اجتماعي مهم. أكل الرمان يدل على رغد العيش والهدوء النفسي والشعور بالأمان. شراء الرمان في المنام يدل على الحصول على كثير من الخيرات وعلى البعد عن ارتكاب المعاصي والذنوب. أكل الرمان الفاسد أو المتعفن يدل على الإخفاق والفشل وعدم تحقيق الأهداف. الرمان الحامض يدل على الهموم والأحزان وعلى تجارب مريرة. تفسير رؤية الرمان للمتزوجة. الرمان الطازج سواء كان أبيض أو أحمر في المنام للمتزوجة يدل على السعادة الزوجية والاستقرار المادي. أكل الرمان الحامض يدل على مشاكل وخلافات زوجية ومعاناة نفسية. بيع الرمان الفاسد قد يدل على التخلص من الهموم وزوال الأحزان ونهاية الخلافات. رؤية تناول قشور الرمان غير جيدة للمتزوجة وتدل على الهموم والأحزان والتردد والقلق في اتخاذ القرارات المصيرية. رؤية بيع وشراء الرمان يدل على تحريم الحلال وتحليل الحرام والبعد عن منهج الله. إذا رأت المتزوجة أنها تبيع الرمان فهذا يدل على ارتكابها كثير من الأخطاء والذنوب. تفسير رؤية الرمان للحامل. أكل الرمان الحلو يدل على تيسير الولادة وسعة الرزق، والرمان الحامض أو الفاسد يدل على متاعب في الحمل وعسر في الولادة. تفسير رؤية الرمان للمطلقة. أكل الرمان يدل على مال حلال بدون كد. أكل الرمان الحامض أو الفاسد يدل على الهموم والمشاكل وقد يدل على الأمراض. شراء الرمان يدل على كثرة الخير وعلى الاستقامة على أوامر الله والبعد عن المعاصي والذنوب. تخزين الرمان دون الرغبة في أكله يدل على المتاعب الصحية والنفسية. تقشير الرمان في المنام غير محمود لمن رأى أنه يأكله ويدل على الهموم والأحزان.